بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله سمك بولتي بصوص الطماطم. عندنا سمك مقطعينه مصاص كده، وهنتبله بثوم مفروم وملح وفلفل واي توابل احنا عايزينها تانية. وبعد كده عندنا شوية دقيق متبلينهم بملح وفلفل وجنزبيل بودر وكمون مطحون، وتبلنا السمك في الدقيق بالشكل ده كده. وبعد كده هنسخن زيت على النار وهنقلي السمك، ولحد ما السمك يستوي معانا هنحط طاسه على النار وهنحط فيها شويه زيت حوالي معلقتين كبار عشان نبدا نعمل صوص الطماطم. واول ما الزيت يسخن معانا هنحط عليه بصلايه كبيره متقطعه صغير، وبعد كده هنحط نص معلقه ملح صغيره ونص معلقه كمون صغيره، وهنقلبهم مع البصل، وهنفضل نحمر في البصل لحد ما ياخد لون ذهبي غامق سنه. وخلاص كده السمك استوى معانا، وهنحطه على ورق مطبخ عشان ينزل الزيت الزيادة منه. خلاص كده البصل خد اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده هنحط على البصل طماطميتين كبار مبشورين، عليهم معلقة صغيرة صلصة معلبة، وهنقلبها كويس مع البصل. وبعد كده هنحط عليها نص كوباية مية وهنغطيها ونسيبها لحد ما تتثبت معانا. خلاص كده الصلصة سبكت معانا. دلوقتي هنطفي عليها وهنحط السمك وهنقلبه فيها كويس. خلاص كده حطينا السمك كله وهنغطيه وهنسيبه لحد ما يدفى ويشرب من الصوص كويس. خلاص كده السمك شرب صوص الطماطم كويس، ويفضل ان احنا نقدمه بارد عشان بيبقى طعمه احلى. وهو كده خلاص خلص معانا، جربوه وان شاء الله يعجبكم.